السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تقدم خطيرة، هذا جول، هذا جول، جول 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 هدف بقيمة الفريق، لكن جريزمان عودة سريعة، جول، الله 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 الله، يا له من انهاب يا أنطوانيو جريزمان، لم يكن متسللا في الكرة الماضية. فريق فياريال الفريق الذي يحاول، لكن هنا جول 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 جول، وما بعد الضغط تأتي الأهداف، هنا خطأ، هنا خطأ كان فادحا في اللقطة الماضية، يستغل أنطوان غريزمان اللي كان يقف في موقف ضاغط، تمكن من خلالها من التسجيل، وتمكن من فلاوفيتش يتقدم، فلاوفيتش بروعة، فلاوفيتش جول، فلاوفيتش جول، من أجمل ما يكون، بكل الجنون وبكامل الفنون وبفرحة الإطار الإداري، يتقدم الرئيس روكو كوميسو، 17 في أداء فلاوفيتش بطريقة على طريقة بارينكا الشاعر، موراتا يروع، يوزع وجول من أول قوة، هذا هو الفارو موراتا، يكسب المعركة في أول بداية في هذا الشوط الثاني، رائعة من موراتا، هدف جميل جميل وجميل جدا. شوف موراتا باليسار يمر غانة الحارس دراك. حكيمي الى دارميان، شوف الطرفين، ادي دارميان، دارميان عملها، دارميان عملها، دارميان كلهم بيدوروا على لوكاكو، لكن اشرف حكيمي يعمل الاسيست الرائع 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 اللي يوصل البديل دارميان اللي يسجل لنادي الانتر في الدقيقه 76. حيله كونتي نجحت، الحيله اللي عملها كونتي نجحت، قال لك طلعهم. يلعب الاربعاء ويعاود يلعبوا عادي 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 في المعادي، والهدف الاول هدف البطوله، غير عادي غير عادي غير عادي، انا ما اقول لكم انه سيتي مانشستر يسجل في الخواتيم 1-0 لساتيزن لابورت. يا اوريه، لا لا لا، ليس مؤتمر وجامعه الدول في اللات الثلاث، ذاك في 68، أنا أتكلم في 2021، لا والف لا ومليون لا ومليار لا يا توتنهام. أوريه يغلط غلطة الفينال، يطلع لابورت ويفتح الأبواب، لابورت في اسمه في الترجمة العربية يعني الباب. البراكي إلى جوميز، يقتنص الكرة، يسجل للزعيم هدف الأول، الزعيم يتقدم بالهدف الأول ليهرب بصدارته بحثا عن اللقب الآسيوي الرابع، برافو جوميز، جوميز يسجل الهدف الأول، الأسد يضرب ويسجل أولا للزعيم، 1-0 بعد عرضية ناجحة وصلت لجوميز، برافو 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 يا هلال، برافو يا بريك، وبرافو يا جوميز، جوميز يقتنص الكرة ويسجل معها هدف هلالي أول، برافو والله برافو، ضربة قوية من جوميز تسكن على يمين ياتيموف في جولة الشؤم، الدليل على ذلك بأنه الأهلي تمكن من الفوز على الشرطة العراقي قبل لحظات، أنهى مباراة بالانتصار، هذه كرة عرضية،
هذا اللي حذرنا منه، من أنه يتمكن استقلال دوشنبا من استغلال مثل هذه الهفوات الدفاعية. يعني أنت تجد صعوبة كبيرة جدا من أجل أن تصل إلى مرماهم، تسيطر على الكرة، تستحوذ على الكرة، ومع ذلك التراجع الدفاعي الكبير اللي هم عليه تجد معه صعوبة في التسجيل بمرماهم. لذلك يعني كان من المهم جدا الحرص على أنه لا تكون هناك هفوات دفاعية كبيرة. واحد واحد دفاعية، والكرة لاستقلال دوشنبا خطرة جدا. استقلال دوشنبا يضيف هدف ثاني في شوط المباراة الأول قبل نهايته. كل ملامح شوط المباراة الأول كانت تقول بأن الهلال ذاهب للانتصار في هذه المباراة، لكنه استقلال دوشنبا مدربا وكأنه قرأ الهلال جيدا قبل هذه المواجهة من أجل أن يضع فريق متقدم. فريق الطاجيكي كرة ملعوبة من الجهة اليمنى، استقلال دوشنبا. غريبة الكرة، وغريبة المباراة، وغريبة اللقطة، وغريب أنت يا معيوف، أنت يا معيوف غريب، ما أعرفك يا معيوف. هذه اللقطة أنا ما أعرف فيها المعيوف، هذا المعيوف اللي استقبل هدف ثالث الآن. يعني لا يمكن أن نتحدث فيه عن الدفاع. هدف ثالث مباغت في مرمى الهلال مع بداية شوط المباراة الثاني. أشياء غريبة، الخطأ كله يتحمل المعيوف، بالإضافة إلى حقيقة كرة سافروف ما أعرف إذا كان بالنية كانت. أيضا فواز الطريس، الكرة اللعب في اليسار، المحاولة لاستقلال دوشنبا. استقلال دوشنبا ليلعب بثقة عالية الآن في شوط المباراة الثاني. حضر ما لم يكن منتظرا أبدا في شوط المباراة الثاني. أشباح لاعبين الهلال من حضروا بعد أن غادر لاعبين الهلال في شوط المباراة الأول. الهلال لم يعود في شوط المباراة الثاني. الهلال لم يعود، بل عادت أشباح لاعبين الهلال في شوط المباراة الثاني لأجل أن ننظر لهذا المشهد الصعب جدا الذي نشهد أمامنا مرة أخرى. ثمانين أمام دايو الكوريا الجنوبي، والكرة تصل أبو جول، وظهر العقيد. سجل عمر. كلما كان عمر هنا، كلما زاد في خصمه العناء، زاد في خصمه العناء والمتاعب. عمر السومة يسكن هدفا أول لمصلحة الإمبراطور. وان ينفذ الكرة ولكنها تصطاد وتعود، والكرة إلى المرمى. هدف أول للشرطة العراقي، هدف أول يسجل لاعب فهد اليوسف. ونتيجة التعادل بين الفريقين الآن. تصدى لها محمد العويس، وبالتالي الشرطة العراقي يسجل هدف التعادل في شباك النادي الأهلي. الشرطة العراقي سجلوا لاعب رقم 6 فهد يوسف. فهد يوسف إذن شوف الكرة الماضية، الكرة الماضية التي نفذت من فهد يوسف. العراقي سيقاوم ذلك، وكرة تصل. أوبو! غريب، كلا له من اسمه نصيب. عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن عجيب، عبد الرحمن يا لعيب، إنه ديناميت الأهلي، ديناميت الأهلي. سجل غريب، سجل غريب. شوف اللمسة، ممداني يتكلم. الله يا عمر على اسيست، الله على التوغل من غريب، الله على الكرة التي جاءت من سلمان. عبد الرحمن غريب يسجل.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا